مشاهدينا، وللمزيد حول الجدار العازل في البصرة وأبعاده وتداعياته ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ جبار الياسري. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. انتقادات واسعة للحكومة والمسؤولين في البصرة لإنشائهم الجدار العازل، كيف ترى الهدف المعلن من قبل الحكومة لبناء هذا الجدار وهو إظهار المدينة في أجمل صورة أمام الضيوف العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين، ودعني أبدأ هذه المداخلة بمقولة للإمام علي حيث يقول: عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهر السيف. هذه الرسالة موجهة للشعب العراقي الذي للأسف الشديد وبكل مرارة نقولها صبر عيوب لأكثر من 20 سنة، وهؤلاء الذين جاءوا باسم المظلومية وباسم نصرة المذهب لم يتركوا شيء في هذا البلد، لم يقوموا بتأميره وإبادة منظمة وتدمير منظم بالدولة العراقية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا. وما هذا الجدار إلا أقرى في محيط من حجم الفشارات الموجود في العراق وعمليات الابتزاز، وما يعني حتى ما يسمى بسرقة القرن التي أطلقها كما نعلم، ويعني الشعب العراقي نور زهير وهيثم الجبوري وعلي غلام وغيره والمحافظين والوزراء الذين سرقوا البلد، سرقوا ميزانيات الدولة وهربوها خارج العراق. نعم. ودعني أقول لك إنه هؤلاء الناس يعني لا يفتحون ولا يخجلون ولا يخافون من هذا الشعب، ومن حسن حظ الشعب العراقي بالرغم من حجم الكارثة وحجم المأساة، لكن هؤلاء الناس خلال 20 سنة لم يقوموا ببناء أي شيء بالعراق بالرغم من الميزانية الانتجارية منذ عام 2005، لا نقول منذ عام 2003 ولكن منذ عام 2005 وحتى يومنا هذا دخل للعراق ما يقرب من تريليون ونصف لتريليون دولار. هذه المبالغ وهذه الأموال تستطيع أن تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة كألمانيا واليابان كما وعدونا الأمريكان. نتذكر جيدا ويتذكر الشعب العراقي انه الامريكان قالوا سنجعل من العراق يابان ثاني والمانيا ثاني، واذا بالعراق اليوم يتصدر القائمه، يعني اخر دوله في العالم من حيث الفساد، من استشراء الفساد، من حيث التخلف، من حيث الاهمال، من حيث حجم المشاريع الوهميه وحجم الخراب والدمار الذي طال هذا البلد لن يحدث في تاريخ اي بلد في العالم. نعم. والغريب في الامر انه هؤلاء يغطون فسادهم بفساد أكبر. يعني ما معنى بناء جدار بقيمة 45 مليار دينار عراقي، يعني ما يقرب 28 مليون دولار؟ نعم. نستطيع من بهذا المبلغ أن نبني عشرات المدارس، لا نقول مئات، ونستطيع أن نبني مستشفى يواكب العصر والقرن 21 بهذه الأموال التي هدروها بصفقات وهمية. والسؤال هنا أستاذ جبار، السؤال هنا أن البطولة يعني نجحت فعليا أو هناك ملاعب تم إنشاؤها بطريقة احترافية، المدينة الرياضية في البصرة، لماذا لم تستطع الحكومة بناء كل مرافق التي يحتاجها المواطن العراقي بأموال العراقيين كما بنت المدينة الرياضية والملاعب؟ الملاعب وما فائدة هذه البهرجة وهذه نحن نعم مع إقامة أعراس عربية مع إقامة تقارب عربي، ولكن ما فائدة هذه بناء الملاعب والهجر على الرياضة بهذه المليارات والشعب يئن تحت يعني جدار الفقر والفاقة والمرض ويموتون في المستشفيات ويموتون من الفقر والجوع والإهمال والمدارس؟ يعني انت هل يوجد بلد في العالم في القرن 21 تلاميذه يجلسون في ليس في مدارس صينيه وانما يجلسون في العراء؟ لا يوجد بلد في العالم يا اخي بهذه الطريقه وبهذه بهذا الاستهتار اذا صح التعبير. هؤلاء استهتروا واستمرأوا الخيانه والعماله
ولا يهمهم الشعب، ما يهمهم هو تهريب أموال العراق وهدم أموال العراق في مشاريع وهمية وصفقات تجارية ورشاوة. بلد يعني نهره الفساد من أوله إلى آخره. فعن أي ملاعب نتحدث يا أخي؟ العراق اليوم الشعب العراقي أصبح هو كرة، الكرة التي يتقاذفها هؤلاء اللصوص والقتلة والمجرمين في هذا البلد. طيب ألم تكشف مياه الأمطار اليوم عن العورات التي حاولت الحكومة إخفائها والتي اجتاحت الشوارع والبيوت؟ أين شبكات الصرف الصحي؟ وهل يستطيع فعلا الجدار إخفاء مثل هذه المشاهد؟ لا يمكن لبناء جدار عازل بهذه الطريقة الغوائية ويعني المتخلفة، بناء جدار يحجب العشوائيات التي هم سبب بلاء هذا البلد وسبب بلاء هؤلاء الناس المساكين الذين يسكنون في العراء، ولا ننسى المهجرين لحد هذا اليوم الذين هجروا من ديارهم في مناطقنا الغربيه والشرقيه وشمال العراق، يسكنون في العشوائيات ويسكنون في الخيام التي تجتاحها الامطار والثلوج. هؤلاء لا تختلف حالتهم عن حاله شعبنا في العراق على اي بقعه وعلى اي مكان في من ارض العراق. المجاري والبنى التحتيه تكاد تكون معدومه في هذا البلد. ما يهمهم هو بناء المولات وبناء الملاعب الرياضيه وهدر المال العام على هذه الامور الجانبيه التي لا يستفاد منها الشعب العراقي. كل الدول التي نهضت والتي خرجت من حروب والحرب العالميه الاولى والثانيه بدات بالدرجه الاولى في التعليم. اذا احنا التعليم في العراق تحت الصفر والقضاء ينخره الفساد، فكيف نستطيع بناء دوله تهتم بحياة ومستقبل المواطن العراقي؟ تمام أستاذ جبار، اليوم مواطنون البصرة يصفون هذا الجدار بالجدار الطبقي الذي يعزل طبقة عن طبقة، ويحسبون أنفسهم الطبقة الفقيرة التي ربما تخجل الحكومة من أن يشاهدها الزوار. طبعاً خلينا نكون صريحين، أنا هنا لا أخاطب الحكومة، لأنه لا توجد حكومة في العراق ولا يوجد برلمان، ونحن كعراقيين ندافع عن حقوق الشعب العراقي، لا نعترف لا بحكومة ولا بدستور ولا ببرلمان ولا بحكومة السوداني ولا من سبق السوداني، لأنهم كلهم يتبادلون الأدوار ويضحكون ويوهمون الشعب العراقي يعني أحلام العصافير ووعود كاذبة ليس لها أي أساس على أرض الواقع. الكرة في ملعب الشعب العراقي، الشعب العراقي هنالك ثورة تشرين المبصرة التي انطلقت في عام 2019 وكادت تقضي على الفساد والفاسدين، ولكن للأسف الشديد الشعب العراقي تراكى وصدق بالوعود وصدق بهذه الأكاذيب، ولهذا نرى الآن الشعب العراقي هو من يدفع الضريبة وليس هؤلاء لديهم جوازات سفر كما نعلم أجنبية ودول أجنبية. ونعتذر لضيق الوقت، من واسط الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ جبار الياسري، شكرا جزيلا لك.